أنا الخبير الجنائي المحلف أبو جعفر، مدير هيئة الطبائب الشرعية في محافظة حلب الحرة. تعيش البلاد وخاصة مدينة حلب الآن ومنذ أيام حالة من انخفاض درجات الحرارة الشديدة، إضافة إلى جو من الصقيع والبرد وتراكم الثلوج، وهذا الأمر انعكس سلبا على المواطن. فهناك عدد من الحالات وصلت إلى الطبابة الشرعية متوفية نتيجة إصابتها بالبرد الشديد والبرد القارس الذي كان سببا في وفاتها. نذكر على سبيل المثال وليس الحصر، هناك بحدود 7 أو 8 حالات كانت في حلب، تم توثيق 4 حالات منها في الطبابة الشرعية. أذكر منهم شخص يدعى حسن، أحضر من منطقة الشعار وهو في العقد السادس من العمر. وكذلك الأمر أذكر شخص آخر يدعى يوسف المصري من منطقة السكري، مواليد 1963، وهناك طفلان على ما أعتقد من منطقة المغاير. هذا الأمر يعني الذي انعكس على المواطنين هو سبحان الله يعني هذه الأحوال الجوية السيئة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي أثر على المواطنين. وسأذكر أيضا أن هناك حالات أخرى ليس سبب موتها البرد، ولكن نتيجة الفقر والحاجة وقلة الكهرباء وارتفاع أسعار الاشتراك بالأمبيرات، هناك أعطال أو أخطاء كهربائية تحصل في المنازل. وعلى سبيل المثال البارحة في منطقة المغاير احترق منزل نتيجة الماس الكهربائي الخاطئ، وتوفي طفلان عمر الواحد منهم 6 أشهر، توفيا حرقا نتيجة الأخطاء في توصيل الكهرباء نتيجة البرد القارس. يعني الحقيقة العاصفة اللي عم بتمر على حلب عم بتسبب وفيات، وكما شاهدنا في أجهزة التلفزيون لنا أخوة في المخيمات وفي المناطق الريفية تعرضت لسيول ودرجات حرارة منخفضة واحتراق خيام وسواه. وكذلك الأمر ليس سبب الوفاة أو الوفيات فقط، هناك الآن أزمات مرضية، إصابة الناس أو المريضين بالربو، بدأت تأتيهم حالات هجمات من الربو. وكذلك هناك أيضا الأمراض التنفسية وتشنج القصبات الهوائية نتيجة البرد الشديد ونتيجة التدفئة الغير صحيحة. فمعظم الناس لا يستطيعون أن يقتنوا مادة المازوت لارتفاع سعره، فيقومون بحرق الأحطاب والحطب والأخشاب وسواه من النفايات، وهذا الأمر يسبب أزمة تنفسية وضيق تنفس وحساسية وتهيج لمرضى الربو. الحقيقة الطبابة الشرعية الآن وفي أيضا هذه الظروف، أول البارحة كان الثلج يغطي الطرقات والمباني، ومساء كنا نحقق في جريمة قتل، وكان واحدنا من أعضاء الطبابة ومعنا كان السيد مصطفى سلطان النائب العام في الهيئة الشرعية، يعني تجمدنا. فالطبابة الشرعية منذ 6 أشهر لم تتقاضى أي راتب أو مصاريف تشغيلية، حتى تنقلاتنا كانت أول البارحة وللأسف بسيارات أهل المغدور. يعني الحقيقة ضمن هذه الظروف مشكورين الأخوة في الطبابة الشرعية الذين يعملون ضمن أصعب الظروف اللوجستية، وكذلك الأمر طبيعة عملهم هي بالأساس طبيعة عمل صعبة جدا، وفي هذا البرد القارس وفي هذا الشتاء وفي هذه الأجواء السيئة لا يوجد من يقف إلى جانبهم. فالأخوة في الطبابة الشرعية منذ 6 أشهر لم يتقاضوا رواتب أو مصاريف تشغيلية، وأنني أحمل
الحكومة المؤقتة مسؤولية هؤلاء الأخوة الذين أصبحت عندهم خبرات لا نجدها في غيرهم، خاصة ونحن في مناطق ملتهبة، مناطق محررة، مناطق جبهات، ليس هناك من يستطيع أن يتعامل مع الجثث والأشلاء والدماء والمناظر الفظيعة. فلقد تسرب في الحقيقة قسم من الأخوة وترك العمل، ولا أستطيع أن ألومه لأنه منذ 6 أشهر لم يتقاضوا أي راتب، فهم عندهم أطفال وعندهم نساء وعندهم بيوت، ويحتاجون إلى طعام ويحتاجون إلى وقود ويحتاجون إلى دواء، ولا أحد يلبي طلباتهم.